أخبار اليوم. هي احتفالية تقدم بها البرنس عباس حلمي بصفته ممثل عن جمعية أصدقاء متحف قصر المنيل لإقامة أمسية رمضانية، والدخل بتاعها إن شاء الله هيعود كله للمتحف، وده نشاط جميل جدا. كل دول ناس بيحبوا مصر وجايين يشاركوا في مساندة المتحف قصر المنيل، ودي جمعية أصدقاء المتحف، وده إن شاء الله نكتر من الجمعيات دي في مصر بإذن الله. حاجة دلوقتي احنا في رمضان كله، القاهرة الإسلامية كلها، شارع المعز، القلعة، قصر المنيل، في المحافظات احنا في تعاون بيننا بين وزارة الثقافة جامد جدا، ان احنا فاتحين كل الأماكن الأثرية بتاعتنا مجانا ان يعملوا فيها أنشطة ثقافية عشان الشهر الكريم ده. في جمعية قصر المنيل أو أحباء قصر المنيل أو أصدقاء قصر المنيل عاملين الحفلة السنوية للسحور في حدائق هذا القصر الجميل، وبهذه المناسبة احنا عندنا منشد ديني مشهور جدا هيغني اناشيد دينيه، وبعد كده في حفل السحور الوجبه الرئيسيه يعني، وبعدين هيكون في الفنان العظيم العالمي الاستاذ نصير شامه هيقدم عرض بالموسيقى الشرقيه بالعود. دي الثلاث محاور بتاعتنا اللي عايزين. كل رمضان وانتم طيبين، ربنا يكرمنا واياكم بالستر ويرزقنا اياكم القبول ويجمع شمل الامه، وكل سنه وانتم طيبين. النهارده اعتقد ان هي حفله رائعه لتدعيم المتحف من جمعيه اصدقاء متحف قصر المنيل برئاسه رئيس مجلس الاداره البرنس عباس حلمي الثالث. مثل هذه الحفلات بتعمل رواج كويس جدا، خاصه لمتحف قصر المنيل لزيارته، ان هو يضع مره اخرى على السياحه في مصر. هو القصر اتفتح تقريبا من 3 شهور، هل في انشطه ثانيه ان شاء الله قريب؟ المتحف اتفتح بعد التطوير والترميم من سنه تقريبا، بس احنا يمكن الحركه بقالنا 5-6 شهور، الحركه الحمد لله بنحاول ننشط السياحه الداخليه والاثريه في مصر، يبقى في وعي اثري مثل هذه المتاحف التاريخيه، وان يبقى في زياره للاسره كامله ان هم يجوا يستمتعوا في هذه الحفلات، سواء الحفلات الخاصه او الحفلات اللي بتيجي بعض المؤتمرات وخلافها اللي ممكن تتعمل في المتحف في أكثر